هذا وقد أشاد إعلاميون من سلطنة عمان الشقيقة بالتجربة البرلمانية في مملكة البحرين، مؤكدين أنها تستحق النقل والاستفادة منها. طبعا الانتخابات البحرينية عرس بحريني بالمقام الأول ومعني بالشعب البحريني، وهذا لا يمنع أن الاهتمام مشترك في دول مجلس التعاون. احنا في سلطنة عمان كذلك عندنا مجلس موازي، والاطلاع على تجربة البحرين هذا جانب مهم كذلك. فعلا احنا حسينا في اهتمام كبير من الناحية الإعلامية، خصوصا بدعوة إعلاميين عرب ومن كافة أقطار الوطن العربي، وهذا ينقل تجربة البحرين الغنية حقيقة، والتعديلات الدستورية التي حدثت من 2012 يعني أحدثت نقلة نوعية تحسب لصالح المترشح أو الفائز في عضوية المجلس النيابي في البحرين، وكذلك يعني يعكس كذلك قوة الشعب البحريني ووعيه في مسألة تحديد هذا الناخب الذي يملك صلاحيات قوية مثل ما سمعنا الحين قبل قليل. فكل التوفيق للمملكة الشقيقة والشعب البحريني، وإن شاء الله تطوركم هذا اللي احنا نشوفه يشهد تطور قادم وأفضل وأعلى إن شاء الله بإذن الله. يعني الاستفادة بتكون من قبل البرلمانيين، الجهات المختصة البرلمانية أو الجهات الإعلامية في تغطية مثل هذه الأحداث الديمقراطية الكبيرة. نعم نحن استفدنا بعض التجارب الطيبة التي لمسناها من قدومنا إلى المملكة في بعض النقاط التي يمكن ننقلها للجهات الإعلامية في السلطنة بإذن الله تعالى.